دخلنا الاسبوع الخامس ولا زالت اضرابات الاساتذه مستمره ولا زال التصعيد مستمر ايضا، وخاصه بعد الخرجات الاعلاميه للمسؤولين التي تظهر بانها خرجات لا مسؤوله. كنا ننتظر حلول جذريه، كنا ننتظر انصات جيد لمطالب الاستاذ، كنا ننتظر ايضا اهتمام اكثر بالمدرسه العموميه وبالتلميذ المدرسه العموميه، لكن مع الاسف الاذان صم. الان دخلنا في اخذ ورد، دخلنا في مجموعه من الاجابات لا مسؤوله من طرف المسؤولين. هناك من يعتبر بان نحن نقوم بلي يد الوزاره، لكن ابدا الهم ديالنا مشترك على المدرسه العموميه. لو ان المدرسه العموميه واستاذ المدرسه العموميه لا يهمنا لما خرجنا في اضرابات متتاليه من اجل الدفاع عن حقوقنا، ولن نرضى بنظام المآسي لانه نظام سيرجع الاستاذ عبدا وسيجعل التلميذ ايضا عبدا لهذا النظام، وبالتالي احنا ما يمكن ليناش نتراجعوا على الحقوق ديالنا. رئيس الحكومه كيقول لنا ديروا النيه ودخلوا، احنا كنقولوا ليه درنا فيك النيه عامين وحنا كنتسناو هذا المولود الجديد، لكن المولود كان مولود اللي هو مشوه خلقيا وخلقيا. ومع كامل الاسف حنا نديروا النيه لو انك سحبتي هذاك المرسوم ثم بعد ذلك نعود الى الحوار. بما ان المرسوم لا زال ساريا ولم يجمد ولم يسحب، فان معركتنا دائما مستمره والنضال ديالنا مستمر، لاننا على حق وحنا كنطالبوا بحقوقنا في دوله ديمقراطيه اللي هي كتامن بالحريات وفي دستور ديمقراطي اللي كيامن بالحريات، وبالتالي كنتسناو ان المطالب ديالنا تحقق، ولو غير نحسوا بان هاد المسؤولين عندهم هم على المدرسه العموميه. حنا ما كنحسوش بها، دابا خمسه ديال الاسابيع وما كاين، لا يحركون ساكنا، الكل يريد ان يستمع لمطالبنا، ولكن واش ما سمعوش المطالب ديالنا؟ واش ما وصلتهمش المطالب ديالنا من خلال النقابات من خلال التنسيقيات؟ وبالتالي مازالين كيقلبوا على انهم يتصنتوا وانهم ندخلوا في حوارات، واش كثر من هاد الحوارات اللي دازت؟ اذا حنا كنقولوا كنعليو الصوت ديالنا باننا على حق، وان هذا التضليل الاعلامي اللي كيمارسوه المسؤولين راه هو تضليل غير مسؤول، لان حنا ماشي كنتعنتوا كنقصحوا ريوسنا، بالعكس نطالب فقط بالحقوق ديالنا اللي هي حق مشروع اللي خولها لنا الدستور، والاضراب هو حق مشروع خولوا لنا الدستور. وحنا كنقولوا لهم عوض هذه الخرجات اللي هي مستفزه لرجل التعليم، عوض هذه الخرجات لا مسؤوله، ويكون بينكم شي واحد حكيم، ويكون هناك عقلاء اللي يدبروا هذا الملف بطريقه حكيمه، وحنا معاكم. بينوا لنا حسن النيه ديالكم، بينوا لنا واحد النقطه ايجابيه، والعيب علينا لما دخلناش، الوغ عطيونا واحد النقطه ايجابيه، على الاقل جمدوا اولا سبحوا اسحبوا هذاك النظام ديال المآسي، وديك الساعه ندخلوا للاقسام ديالنا، ومن بعد نتحاوروا في باقي النقاط الاخرى. اذا حنا ماشي ضد المدرسه العموميه، حنا ماشي ضد التلميذ، لان هذوك ولادنا بالدرجه الاولى، وحنا اللي كندوزوا معاه اكثر واكثر مده اكثر من الوالدين ديالو. اذا كاين الكره ديال الوالدين الان وصل واحد الامتعاض ديال الاباء والتلاميذ، كنحسوا بالاضراب وايضا حق التلميذ، كنحسوا بهم، كنعرفوا المعاناه ديالهم، لان هذوك راه كما قلت راه ولادنا بالدرجه الاولى، راه حنا كيدوزوا معنا اكثر ما كيدوزوا مع والديهم. يحز في انفسنا اننا كنديروا اضرابات ولاحظتي راه الشعارات ترفع عذرا يا تلميذ اجبرونا على التصعيد، اذا حنا اجبرنا على التصعيد من طرف المسؤولين. اللي خاصو يحل هذا المشكل هو المسؤول، لان المسؤول لو كان كيهمو التلميذ وكيهمو الوالدين ما كانش غادي تبقى مستمره هذه الاضرابات لاسبوعها السادس وليس هناك من يحرك ساكنا. مع كامل الاسف الحكومه بينات الفشل ديالها فيما هو اجتماعي، لان من بين اهم لا 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 الركائز الاجتماعيه هي التعليم، لا تنميه بدون تعليم ولا تنميه بدون تنميه رجل التعليم، وشكرا.